ومن قواسم الشراكة شارة العميد في الفريقين يحمل حارس المرمى، يحمل حارس المرمى هذا الفاضل أمامكم. وأول منفيد هو اللاعب يوسف شفيق. يوسف شفيق ينطلق خليل العسكري بارز في صد ضربة جزاء. يوسف شفيق الحكم يأمر بعدم مبارحة خط المرمى، يؤشر انطلقت يوسف شفيق والهدف. الهدف الأول للفتح. يوسف شفيق يرسل كرة في جهة والحارس في جهة، وبندريس تركيز المطلق. النقطة تضاف 11 متر ما بين نقطة خط المرمى ونقطة التنفيذ 11 متر. في ضربة ترجعية بتشكل يلزم الدقة والتركيز، ولكن يحتاج لعبة الحظ تقول كلمة مشاهير مارادونا ميسي روبرتو باجيو بيكام نجوم كبار مدللون أضعوا ضربة جزاء وفي نهائية كأس العالم. بندريس ينطلق، بندريس وهدف تعادل، هدف تعادل واحد لواحد. وأظن عبد الإله منصور، أظن عبد الإله منصور أو منصور يتولى تنفيذ ضربة الترجيحية الثانية. وعشرين ألف متفرج تترقب ماذا سيقع في ذلك. هل تبتسم الحضور لفرق جيش ملك واللقب رقم 11 إذا ما تحقق، أم للفتح واللقب الخامس إذا ما تحقق ذلك على أرض الواقع؟ بندريس منتشي بهذا الهدف، ومنصور يسجل. تركيز كبير للاعب حتى الآن، تركيز كبير للاعب حتى الآن. المهدي، المهدي باسيل وضربة الترجيح الثانية لفريق الجيش الملكي. قيل منصور لاعب الوداد سابقا أمامكم. المهدي دخل في هذه الأوقات أعطى بعض السيف للخط الأمامي لفريق الجيش الملكي. الكل على أعصابه، مقابلة تشد الأنفاس لمن يبتسم الحظ في هذه المقابلة. المهدي انطلق يسجل هدف جميل، هدفان داخل كل شبكة، هدفان داخل كل شبكة. وعناق وتحية من المهدي باسيل لحارسه خالد العسكري. طريقة جميلة تنفذ ضربة ترجيحية حتى الآن، طريقة جميلة. الآن الفرصة لفريق الفتح. هذا أسامة غريب دخل في آخر دقائق الوقت الإضافي الثاني. أسامة ينطلق يسدد وهدف بالرغم من المتابعة الجيدة للحارس خالد العسكري. 3-2 والامتياز لفريق الفتح. سجل للفتح يوسف شفيق ومنصور أسامة، وسجل للجيش الملكي حتى الآن بندريس والمهدي باسيل. الآن دور النقاش. اللاعب السابق الاتحاد المحمدية وفريق المغرب تطوان. النقاش هل ينقش اسمه واسم فريقه في هذه المباراة النهائية بانتزاع لقب مطمح مشروع لكل طرف انما على ارض الواقع لم يتحقق به. النقاش يناقش حظوظه امام الحارس خالد فهامي. جميل 3-3 يعني ترقب وشد الاعصاب وال هذه حلاوة كرة القدم. الامتداد تقريبا من الساعة الخامسة حتى الآن تقريبا امتداد 3 ساعات ونحن في هذا البث المباشر الذي يترأسه صاحب السمو الملكي الأمير جليم الرشيد. هذه نهاية تاريخية تنضاف للقاءات التاريخية السابقة
ولمناسبة تحية كل من أتى تفضاءات النهايات عبر التاريخ من لاعبين ومدربين ومسيرين وحكام. جمال تريكي، جمال يضيع، جمال تريكي يضيع، والعمود الأيسر يصد كرة جمال. كان من أشرف اللاعبين، ولكن كرة القدم هكذا لا تلام يا جمال، الكرة هكذا الحظ يقول كلمته. الآن دور جواد والدوش، والدوش يحلم بلقبين خامسين إذا ما حققه سيكون سبت لهذا اللاعب في تاريخ كرة القدم. حقق أربعة الألقاب، شأنه ذلك شأن بعض زملائه كالعسكري وكذلك الجرموني ومقدمو السيراج وقبل منه أوشلا. والدوش، وهدف جميل، هدف جميل، 4-3، 4-3. وإلا ضيع فريق الفتح ما غيكونش حاجة، فريق جيش مالكين في الزاوية ضربة الترجيحية الخاطئة. 4-3، بندريس، الباسي، النقاش، والدوش، أربعة لاعبين سجلوا فريق جيش مالك. يوسف شفيق ومنصر أسامة سجلوا للفتح، ومنذ قليل جمال تريكي يسدد، إنما الكرة ترتطم بالعمود الأيسر لمرمى الحارس خالد عسكر. بوخريس قطب دفاع فريق الفتح، ينطلق يسدد ويسجل. 4-4، والفتح مضيع ضربة ترجيحية واحدة، والأمل جيش ملكي بأكمله الآن هو عند اللاعب الرقي كالرجل المقابلة، ويمكن يكون ختام ميس وسجل هدف وبيه باش غيفوز فريق الجيش الملكي إذا تحقق الأرض الواقع. هي المسؤولية اللي خدا من سنتين من ينفاد زميله الحالي فريق الوداد البيضاوي أجدو لما سجل إصابة رقم 8 ضربة ترجيحية 8، وهي اللي فاز بها فريق الجيش الملكي بفاس على البرانصة ديال راشد البرنوصي ب 8. الراقي وماوس في وضع الاحسن، الراقي ينطلق، الراقي كان رجل مقابلة، والعسكري لا الحارس خالد العسكري لم يقوى على مشاهدة ماذا سيفعله الراقي، يمكن يغادر رقعة الملعب، يعني مشاهد صعبة للغاية، بالفعل لن يشاهد خالد العسكري ماذا سيفعل زميله الراقي. الراقي هادئ، الراقي هل يرتقي فرق جيش ملكي للقب رقم 11؟ الراقي ويستحق، يمكن نقول يستحق عريس هذه المقابلة. الرقي كان رجل المقابلة في 120 دقيقة بكل صدق الممكن، ويضيف هدف، والهستيريا تعم المدرجات، وغير مصدق المدرب ووتر بوز ماذا يقع، وانتعاش ل 20,000 متفرج، فرحة كبيرة. هذا اللقب رقم 11، اللقب رقم 11 لفريق الجيش الملكي، اللي يمكن نقول كل صدق الممكن تعذب كثير باش ينتهز هذا اللقب امام فريق يحظى بالاحترام في هذه المقابله اللي هو فريق الفتح. فريق الفتح يمكن نقول له بهذه الكلمه يغادر المقابله براسه مرفوعه، لانه لعب ند لند ولم يكن ابدا اقل من مستوى من فريق جيش ملكي. باكثر من ذلك احدى الاوقات كان اكثر تنظيم في رقعه الملعب. فريق الان يغادر الملعب بروح رياضيه كبيره ويخرج من الباب الواسع. هذا فريق الفتح، وهذا الراقي ينطلق السهم، رجل المقابله بامتياز، رجل المقابله، ولما اقول الكلام لا اتركه ولا عوائل، رجل المقابله تعذب 120 دقيقه وحمل الفريق على كتفه ويختم المباراه. وقلت ختام ميز هو الهدف اللي شفته بكل الثقه الممكنه، وتنهي الجيش الملكي هذا العرس الرياضي الكبير اللي عشناه تقريبا على امتداد 3 ساعات. فوز تاريخي امام الغريم التقليدي الفتح 5-4، حضرة كبيرة تعلم حيا لاعبي فريق الفتح. انما نقول هنيئا لفريق الفتح في هذه النهاية التاريخية التي تشرف كتاريخ وكمرجع لفريق الفتح، 4 ألقاب ولعب أكثر من نهاية. ونقول هذه فرصة اليوم فريق الفتح أعطى صورة مضيئة ومؤشر للأنصار للعودة.